الثورة تعود إلى الميدان، وقتما يريد الثوار أن يعيدوها إلى الميدان الثورة تعود إلى الميدان. وما زلت أهتف وأقول الثورة مستمرة وثورتنا مستمرة حتى النصر وتحقيق مطالب الثورة. اليوم هي جمعة لا للمبادئ فوق الدستورية مهما كانت، حتى وإن قبلها حزب الحرية والعدالة، حتى وإن قبلتها جماعة الإخوان المسلمين، لا مبدأ لا وصاية لأحد على شعب مصر. لابد أن يتم تحديد موعد لانتخابات الرئاسة، هذا الموعد لا يتجاوز نصف 2012 الأول إلا وعندنا رئيس لجمهورية مصر العربية. لا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مهما كان الجرم. الثورة مستمرة والميدان ملك لكل المصريين. أخلاق الثورة وأخلاق الميدان تعود مرة أخرى. عندنا فعاليات كتيرة، عندنا وقتها تشوف كلها سلمية، حتى لو وصل الأمر إلى العصيان المدني كلها سلمية.